كلام هام جدا فيما يخص النادي الأهلي وفيما يخص الترتيبات القادمة لتنظيم كأس العالم للأندية وتنظيم كأس السوبر إن شاء الله خلال الفترة القادمة، وكانت مكالمة مهمة جدا. طيب خلينا نروح لكارلوس كيروش. وأنا هنا زي ما دائما ما كنا هناك بعض الأمور اللي بننتقد فيها الاتحاد المصري أو اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، فأنا بحييهم الحقيقة، لأن أحمد مجاهد أو الكابتن أحمد مجاهد قاد مفاوضات مع كارلوس كيروش بدون ما أي حد يعرف وبدون أي حد أو أي تسريب إلى الإعلام في مصر. الناس كلها كانت رايحة في اتجاهه. بالمناسبة كل الكلام اللي كنا بنقوله على الأقل هنا لحضراتكم كان كله بيحصل. وأنا النهاردة كان عندنا فرح طبعا بنت الأستاذ إبراهيم المنيسي، ألف مبروك. فقابلت الأستاذ أحمد مجاهد وأنا قلت له الكلام ده، قلت له أنت تستحق الإشادة النهاردة، لأنه من زمان ما شفناش حد في الاتحاد المصري لكرة القدم أو بيعمل حاجة من غير ما تبقى متسربة لكل الإعلام، وكل الإعلام بيتكلم عنها، كل الإعلام راح في اتجاه. وكان بيحصل بالفعل، يعني كان هناك مفاوضات مع نيلو فنجادة، ونيلو فنجادة اعتذر مؤخرا عن هذه المفاوضات، ونيلو فنجادة كان له دور كبير جدا في استقدام كارلوس كيروش ليكون مديرا فنيا، وهو اللي استطاع ان هو يقنع كارلوس كيروش ليكون متواجد مع المنتخب الوطني. وكان ايضا في كلام مع الكابتن ايهاب جلال، وفي كلام مع الكابتن حسن شحاته كان امبارح الكلام ده، وطلع اسم كابتن حسن شحاته بقوه شديده جدا وبقوه كبيره جدا. ولكن في النهايه المهندس احمد مجاهد قدر يتعاقد مع كارلوس كيروش، وهو واحد من المديرين الفنيين الجيدين، على الرغم من احنا في البعض بيختلف على السيره الذاتيه لكارلوس كيروش، ولكن راجل لعب ضد او مسك ريال مدريد ومسك كرجل تاني في مانشستر يونايتد لسنوات طويله، وكان له دور كبير في بطولات مانشستر يونايتد، مسك منتخب ايران 8 سنوات تقريبا. تجربته الأخيرة مع منتخب كولومبيا كانت تجربة ليست بالجيدة، دي اللي كانت مؤخرا أو آخر تجربة لكارلوس كيروش. ولكن في النهاية هو لما تبص على السي في بتاعه، هو سي في قوي جدا، لعب كمدير فني أو مسك منتخب جنوب إفريقيا وقعد هناك سنتين تقريبا من 2000 ل 2002، رجل له بصمات جيدة جدا، زي ما حضراتكم سمعتوا من الأستاذ علي الزين، وهو واحد من المقربين أو يعرف كارلوس كيروش زي ما هو قال بشكل جيد جدا، مدير فني جيد جوه الملعب، وأب أو يقدر يربي أكتر خارج الملعب أو يكون له دور تربوي خارج الملعب. وده الحقيقة، لأن احنا معظم المجموعة اللي موجودة مع المنتخب الوطني كلهم مجموعة صغيرين لسه محتاجين يعرفوا الدنيا ماشية ازاي والأمور هتمشي ازاي خلال الفترة اللي جاية. كلهم طبعا لاعبين كبار وعلى مستوى عالي، ولكن وجود كارلوس كيروش أعتقد أنه هو اختيار موفق من وجهة نظري الشخصية، هو اختيار موفق للأستاذ أحمد مجاهد أو اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت قصير جدا. والحقيقة ما حدش قال، يعني كل الإعلام، على الرغم من الموضوع بسيط، لأنه لو حضراتكم تذكرنا إحنا كإعلام كان المفروض نبص للموضوع ده كويس. ليه؟ لأن نيلو فنجادة كان مستشارا فنيا لكارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الإيراني لفترة طويلة، وبالتالي نيلو فنجادة هو المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم وقريب جدا من كارلوس كيروش، فكان ممكن جدا نفكر بهذا التفكير الإيجابي أن ممكن يكون كارلوس كيروش هو اللي جاي. ولكن كلنا رحنا الحقيقة مع الأسماء اللي كانت دايما مصادرنا بتتكلم عنها، ولكن في النهاية هو مدير فني جيد. هنشوف إيه اللي هيحصل معاه خلال الفترة اللي جاية. خلونا نتكلم عنه بشكل موضح أكتر. هيصل إلى القاهرة مع بداية الأسبوع المقبل، ويضم مساعدا أجنبيا له ومحللا للأداء وأخصائيا تأهيليا على أن يصل نهاية، هو هيصل نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل. المدرب البرتغالي بيحصل هو وجهازه المعاون على 85 ألف دولار، وتم الاتفاق على أن يتحمل كارلوس قيمة الضرائب التي ستخصم من راتبه.
اتحاد كرة القدم سيتحمل تكاليف إقامة المدير الفني البرتغالي وجهاز المعاون التي ستكون في أحد الفنادق، ويتحمل أيضا تكاليف تذاكر سفر وعودة المدرب البرتغالي لمدة أربع سفريات في السنة، والتي ستكون في الأوقات الغير ملتزم خلال المنتخب الوطني بأي مباريات أو أي معسكرات. زي ما قلت لحضراتكم أن فنجادة كان له دور كبير جدا في اختيار كارلوس كيروش ليكون مديرا فنيا بعدما اعتذر عن الإدارة الفنية عن لمنتخبنا الوطني خلال هو عايز يبقى مدير فني للاتحاد، حاجة استشارية كده، هو مش قادر، هو كبر مش قادر ينزل الملعب، هو تفكيره كده بالنسبة لفنجادة. بدأ كارلوس كيروش في مشواره التدريبي، بدأ بتدريب منتخب شباب البرتغال وأخذ معهم كاس العالم في بداية التسعينات مع جيلين مختلفين، يعني أخذ كاس العالم مرتين مع منتخب البرتغال سنة 89 و91، وكمان أخذ بطولة أوروبا للشباب. درب المنتخب البرتغالي الأول، وبعد كده درب سبورتنج لشبونة أحد أهم وأفضل وأكبر الأندية الموجودة في البرتغال، وخد معاه كاس وسوبر موسم 94-95. بعد كده اتجه لتدريب المنتخبات، درب الإمارات ودرب جنوب أفريقيا، وله محطة مهمة في مشواره كان المساعد الأول للسير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد 4 سنوات، ودرب أيضا ريال مدريد كمدير فني وخد معهم السوبر الأسباني في 2003. من 2008 وكارلوس كيروش بيدرب المنتخبات فقط، صعد بالبرتغال كأس العالم 2010، وبعدين مع إيران صعد مرتين ورا بعض كأس العالم 2014 و2018، وده بالنسبة لإيران يعني إنجاز كبير جدا جدا، وحقق نتائج تاريخية. وآخر محطاته التي كانت تدريب منتخب كولومبيا لحد السنة اللي فاتت فقط. كيروش بالمناسبة عنده خبرة أفريقية كبيرة جدا، لأنه بالمناسبة كارلوس كيروش من مواليد موزمبيق، وعنده بيت في موزمبيق، بيت كبير يعني وهنقول لحضراتكم دلوقتي، وعنده أيضا بيت آخر في جنوب أفريقيا، بيت ملكه، يعني هو بيروح يقعد في جنوب أفريقيا وموزمبيق فترات طويلة جدا أكتر من البرتغال، فعنده خبرة أفريقية كبيرة جدا، ودرب طبعا منتخب جنوب أفريقيا. أعتقد أن هو لعب قدامنا مباراة قدام منتخب مصر، أنا كنت بلعب في هذه المباراة، ومصر انتهت بفوز أو بهزيمة مصر بهدف مقابل لا شيء، وأعتقد أنا فاكر أن أنا كنت بلعب هذه المباراة.